ألذ وصفة بقى للكفتة هتعمليها بالطريقة دي، طالعة جميلة وجوسي وخطيرة وبطعم الضاني. وكمان هنعمل معاها خضار مشوي، استخدمتها طبعا في الدايت، ما اكلتش معاها لا رز ولا مكرونة وطالعة تحفة. يلا نشوف الطريقة مع بعض، بس ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك والشير لو عجبكم الفيديو. عندي هنا حوالي 500 جرام من اللحمة، وهنحتاج كمان حوالي 130 جرام من الدهون. اللحمة الصافي خالص 500 جرام، استخدمت برضو الدهون بتاعت اللي جاية مع اللحمة، واخدت حوالي 50 جرام من اللي هي الضاني، ودي طبعا اللي هديها طعم الكفتة الضاني، وتحسي كأن الكفتة كلها باللحمة الضاني. بشيل الحتت الناشفة اللي بتبقى موجودة في اللحمة، هبتدي اوزنها لكم اهي، حوالي 632 جرام، يعني 630 جرام تقريبا. هبتدي بقى بصلتين متوسطين او بصلاية كبيرة، وبعصرها في الكبة، وبأفصل عني بعصر المية بتاعتها، وباخد الالياف بس. هبتدي بقى احط اللحمة هنا مع الدهون مع البصل اللي انا فرمته من غير المية بتاعته، وهبتدي افرمها جامد جدا لغاية ما تكون عندي ناعمة خالص، ودي مهمة جدا للكفتة انها لازم تكون ناعمة خالص. بضيف بقى بيضة، بحط ملح وفلفل، بابريكا، توم باودر، وبصل باودر. مش هحتاج اكتر من كده، ما حبيتش اغير طعم اللحمة، يعني ما نكترش البهارات قوي. ببتدي بقى اقلبه كويس. عندي الخضار بقى، كان عندي فلفلاية حمراء بقطعهم شرايح كده زي ما انتم شايفينها، وكمان بصلاية بنفس الطريقة بقطعها شرايح، وكمان فلفل اصفر برضو، اي فلفل عندكم ممكن اخضر، اي خضار ممكن عندكم حابين تحطوه. انا عندي برضو 3 كوسات قطعتهم شرايح، يعني كل تقريبا كوسة بقطعها على 5 قطع بالطول كده، بيكون سمكها رفيع علشان مش هتاخد وقت، لان طبعا في الصينية مش هياخد نص ساعة في الفرن. ببتدي بقى اي صينية عندي متوسطة، ممكن مقاس 30 او 32، هتاخد الكمية بتاعتي. بفرد عندي هنا الخضار، بعد كده بقى ببتدي عندي اجهز الكفتة. طبعا رشيت شوية ملح وفلفل عشان برضو الخضار يكون مشوي وفي الملح والفلفل والبابريكا. بجيب عندي بقى ايديا ببلها بعصير البصل اللي انا كنت عايشاه على جنب، وببتدي بعصايه كده، وبصب عندي الكفته وبشمعها بمية البصل، وببتدي ارصها فوق الخضار عندي، احاول ارصهم كده جنب بعض كده. كده الكفته علشان برضو بيبقى فيها دهون، او اللحمه عامه بتكش شويه، فما تقلقيش يعني حطهم جنب بعض مش هيلزقوا ولا حاجه. ببتدي بقى اصبع كده زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي، وبحطها في الفرن بقى حوالي ربع ساعة. بعد الربع ساعة بطلعها تاني كده، عندي انا عملتها طلعتها بعد ربع ساعة ودهنتها عندي بمعلقة من الكاتشب، ومعلقة من الباربيكيو، ومعلقة من السمنة، وبدهنهم كده. يعني هي مش هتحتاج 10 دقايق او ربع ساعة تاني بقى بالشواية دي، كده بعد ما طلعتها من الشواية بديت ادهنها كمان بمعلقة من السمنة طبعا علشان تديله الوش اللي بيلمع اللي احنا بنشوفه في الكفتات الجاهزة. طلع تحفة وجميلة وخطيرة، وطعمها بقى ما اقولكوش، طعم الضاني بقى فيها تحفة، وكمان الكوسة طعمها خطير هي والفلفل الألوان. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك والشير. باي باي.